بسم الله الرحمن الرحيم، برحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج مصر كل يوم. ملف الثروة الحيوانية من أهم الملفات التي تشغل بال المواطن والحكومة، وإذا كنا في مصر بنعتمد على تركيبة معينة أو مختلفة في الطبيعة عن باقي الدول التي تمتلك وفرة في الثروة الحيوانية، وده كله بسبب عدم وجود مراعي طبيعية فعلاً، إلا في بعض المساحات القليلة التي تزرع على مياه الأمطار، وهي لا تعتبر أيضا مراعي طبيعية بالشكل الوفير أو المجدي في تنمية الثروة الحيوانية، وبيتم الاعتماد بالشكل الكامل على التربية المغلقة أو العنابر المغلقة، وده بيتطلب أن أنت توفر الأعلاف اللازمة وعوامل الأمان الحيوي. ملف الأعلاف من الملفات المتشعبة، لأن من سنين طويلة كان هناك سياسات خاطئة بسببها تقلصت مساحة الأعلاف أو مدخلات الأعلاف في مصر، وده كان شيء سلبي ومؤثر تأثير سلبي على الثروة الحيوانية. في السنوات الأخيرة ابتدينا نشوف اهتمام من الدولة بشكل كبير بالزراعة التعاقدية والتشجيع على زيادة هذه المساحات، ودايما بقول لحضراتكم التنمية في القطاع الزراعي لا تأتي بين يوم وليلة، هي تحتاج إلى فترة من الزمن مرتبطة بالمواسم، إكسار التآوي، لكن السياسات الواضحة التي يتم اتباعها اليوم هي تبشر أن هناك حلول وانفراجات في الغد، مزيد من استخدام العلم وتطبيقه ومزيد من الجهد في هذا الملف. ده بالنسبة للماشية، قطاع الثروة الحيوانية بيعتمد على المواشي ويعتمد على الدواجن والأسماك. إذا تابعنا الملف بالكامل هتلاقي أن الأعلاف بتلعب دور محوري وأساسي في تحديد السعر وفي توفير هذا المنتج. مع الأحداث العالمية وارتفاع أسعار مدخلات الأعلاف بقت أسعار الأعلاف مرتفعة. طيب هنا العلم ليه دور، إذا كنا بنتكلم دايما على السلالات المستوردة ودورها في زيادة الإنتاج وإن معدل التحويل أعلى، ده محتاجين إن احنا نعممه. الدولة قامت بجهود كبيرة جدا، ومنها مشروعات تحسين السلالة والتلقيح الاصطناعي، استيراد أصناف مرتفعة الإنتاجية. أما بالنسبة للدواجن فإحنا بنتكلم على توفير مدخلات هذه الصناعة، اللي بنتابع مع حضراتكم الأرقام اللي الدولة بتقوم بالإفراج عن هذه الكميات في كل فترة. هذه المرحلة مرحلة تحتاج إلى نوع من الصبر ونوع من الجهد. صناعة الدواجن من أهم الصناعات لأنها صناعة كثيفة العمالة، بتضخ رأس مال أو بيعمل بها رأس مال ضخم بيتحرك شبه يومي، وفي نفس الوقت هي البروتين الأرخص بالنسبة للمواطن المصري. قانون 70 وما له وما عليه وأن يتم تطبيقه هو من أهم القوانين التي تم مناقشتها وفرض مساحة كبيرة ومنها الحوار المجتمعي. قانون 70 عند تطبيقه سيحدث نوع من الاستقرار. ملف الأسماك، ناس كثيرة جدا بتسأل عن ملف الأسماك في مصر والاستزراع السمكي والجهود المبذولة من الدولة والإنتاجية من الأسماك المستزرعة خاصة، وده نجحنا فيه بشكل كبير. مصر من أكبر الدول في هذا المجال، وتمتلك تقنيات وتكنولوجيا، وأيضا تمتلك يعني منارات علمية في هذا الملف. من ضمن هذه الملفات أو منارات المركز الدولي للأسماك، لأنه في الحقيقة بيعتبر النواة الإرشادية للحديث في هذا المجال، وأيضا لتطبيق البحث العلمي لاستنباط أو لتربية أفضل السلالات وخاصة من سمكة البلطي. المركز الدولي للأسماك بيقوم بنوع من نوع السياسة داخل الدول الإفريقية وبعض الدول الأوروبية، لأنه بيستضيف متدربين من هذه الدول لإعطائهم تجربة حية على الاستزراع السمكي. مش كده وبس، كان في كمان يوم الثلاثاء امبارح 20 يونيو، وده كان في مقر السفارة الملكية النرويجية بالقاهرة، الاحتفال بتوقيع ثنائي بين سفارة النرويج بالقاهرة ممثلا عن وزارة الخارجية النرويجية والمركز الدولي للأسماك.
في الشرقية، وده مشروع بتمويل أو المشروع مركز الطاقة المتجددة لاستزراع السمكي الذي سيتم تنفيذه من قبل المركز على مدار 4 سنوات القادمة حتى 2027. أنا معايا الهاتف الدكتور أحمد نصر الله، مدير المركز الدولي للأسماك في مكتب مصر. برحب بحضرك يا دكتور أحمد. أهلا بحضرتك أستاذ سامح. أنتم دايما بتقوموا بعلاقات دولية بصورة غير مباشرة ولكنها مؤثرة بصورة إيجابية مباشرة، وهي استضافة عدد من المتدربين لمصر في مصر، ودي بتبقى نوع من السياسة الناعمة. ولكن النهاردة أنا بشوف في توقيع اتفاقية أو ده تعاون ما بين مصر والسفارة الملكية النرويجية بالقاهرة. اشرح لي بالضبط الهدف منه والمسمى الحقيقي والخطة الزمنية لتطبيقه. المشروع ده المستهدف تنفيذه على مدار 4 سنوات، الهدف منه هو تطوير سلاسل قيمة الاستزراع السمكي بالتحول من المصادر الكهرباء التيار الكهرباء التقليدية إلى مصادر طاقة غير اللي هي المتجددة. المصادر الطاقة المتجددة هتكون أكثر حفاظا على البيئة وبتحد من الإصرار استهلاك الطاقة على البيئة والوقود الأحفوري، وفي نفس الوقت الطاقة المتجددة هتحل لي مشاكل في الأماكن النائية البعيدة عن مصادر التيار الكهربائي، وعلى المدى البعيد استخدامات الطاقة المتجددة بتكون أرخص في الاستخدام، وده متماشي مع سياسة الدولة وسياسة الحكومة المصرية بالتحول لمصادر الطاقة المتجددة. الهدف من المشروع أنه نجعل مركز الثروة السمكية اللي في العباسة، الجزء الخاص بالمركز الدولي للأسماك، وبرضه بالتعاون مع الشركاء المحليين، معمل مركزي الثروة السمكية وكلية الثروة السمكية في السويس وشركاء من القطاع الخاص، بأن احنا نحول المركز ده يكون نموذج لاستخدامات الطاقة المتجددة في سلاسل قيمة الأسماك. أي. سلاسل القيمة دي تمتد بقى من المفرخ، إن أنا في المفرخات تعتمد على الطاقة المتجددة، المزرعة تعتمد على الطاقة المتجددة، تسوية الأسماك أو حفظ الأسماك في الأسواق أو التلاجات تعتمد على الطاقة المتجددة، العمليات التصنيع تعتمد على الطاقة المتجددة، فإن إحنا عايزين نستخدم الطاقة المتجددة في كل سلاسل القيمة من جميع مراحل سلاسل القيمة. حتى المشروع هيبدأ بدراسات على إيه هي أفضل مصادر الطاقة المتجددة والذات جدوى اقتصادية ومن السهل تطبيقها في مصر. هنبدأ على دراسات والتعاون مع شركاء المركز في البلاد المختلفة، في بعض دول جنوب شرق آسيا في ناس سبقونا في هذا المجال، فإحنا هنتعاون معهم بالإضافة لاستجلاب خبراء من مصر وخبراء من برا مصر لدراسات تقييمية أولية في أول 6 شهور أفضل مصادر الطاقة المتجددة اللي يمكن استغلالها والتوسع فيها في قطاع الأسماك، يلي ذلك التنفيذ الحقلي للنماذج ديت وتجربتها وتقييم الجدوى الفنية والاقتصادية ليها. التوسع في استخدامات الطاقة المتجددة هتساعدنا أن احنا نحافظ على الموارد المائية المحدودة مع كثرة استخدام أجهزة التهوية وطرمبات المياه في المزارع السمكية، فده بيقلل من الحاجة لتغيير المياه، بنقدر نعمل تدوير داخلي للمياه في الأحواض بتاعتنا وخصوصا النظم المكثفة والكلام ده، فبنقدر نحافظ على المياه ونحد من الطلب على المياه بتاعتنا، وفي نفس الوقت استخدام أجهزة التهوية بيعظم العائد على الإنتاج، إنه بيخلي إنتاجية وحدة المساحة ووحدة المية أعلى من المزارع التقليدية، وبيخلي إنتاج الأسماك أفضل، بيقلل من انتشار الأمراض، بيحسن معدل الاستفادة من الأعلاف، فليه مردودات بيئية عظيمة من جميع الأوجه. يعني احنا هنا بنتكلم على التحول الى الاقتصاد الاخضر، ولكن بصوره مختلفه مرتبطه بالاستزراع السمكي، الحفاظ على البيئه والحفاظ على جوده الاسماك وتقليل التكلفه. هنبتدي امتى؟ هنبتدي امبارح. امبارح اجمل رد، احنا مضينا البروتوكول واحنا عازمين على التنفيذ واحنا ابتدينا نشتغل ان شاء الله بعد العيد مباشره هنبدا
ورش العمل والاستجابة الخبراء بعد العيد مباشرة. حضرتك ذكرت لي الجهات العلمية المشاركة شركائكم في هذا العمل، لكن شركائنا في على أرض الواقع من المزارع السمكية هيتم اختيارها أو هيتم تنفيذ هذه النماذج فين؟ النماذج دي هنركز على أكثر أماكن انتشارا في الاستزراع السمكي، في 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 كفر الشيخ، الشرقية، البحيرة، دي ثلاث أماكن. ممكن نتوسع في المناطق الحديثة للاستصلاح على إن هم بيستخدموا عندهم مشكلة في التيار الكهربائي. ده بقى مع ورشة العمل الأولى للمشروع والتخطيط والكلام ده، ده هنبدأ نحدد الأماكن المستهدفة، إيه معايير اختيار الشركاء من القطاع الخاص. شركاء الحكومة معايير الدنيا واضحة، لكن معايير اختيار الشركاء من القطاع الخاص ايه؟ مدى استعداده للتطوير وحبه للتطوير والتعلم، مدى ان هو يقدر يوفر دخول للمزرعة وتوفير بيانات على التجارب الحقلية ديت، وبالتالي نقدر نقيم، نعمل تقييم قوي لأثر التجربة على النشاط بتاعه. ده هتنحط مجموعة معايير ونبدأ نختار بإذن الله. عايز أسأل حضرتك سريعا كده على الاستزراع السمكي في مصر والتحديات اللي بتواجهه، لأن عارف دايما أنتم بتتابعوا بدمع كل المعنيين بهذا الملف. هل هذه الفترة فترة نقول مناسبة للنهوض بالثروة السمكية وخاصة الاستزراع السمكي، ولا هناك بعض التحديات اللي بتواجه هذا القطاع؟ هو في تحديات بتواجه القطاع مش في مصر بس، في أفريقيا كلها، خاصة مع الحرب الأوكرانية الروسية حصل مشاكل في توريد خامات الأعلاف، فده أثر على أداء القطاع. لكن على الناحية الثانية الطلب على الأسماك زاد لقلة لعدم توفر البديل اللحوم والدواجن، وفي نفس الوقت بدأ ينخفض شوية إنتاج الأسماك عشان ارتفاع الأسعار، فالمربي بيقدر ينقل الارتفاع في التكاليف الى ارتفاع في قيمة المنتج النهائي، وده اللي مصر نجحت فيه، ان خلت قطاع الاستزراع السمكي بيشتغل بآليات السوق ويتفاعل مع آليات السوق، بيزيد الطلب، المنتجين بيزودوا الانتاج عشان يوفروا في عرض وفي طلب وفي سعر عادل، لان التكلفة زادت، فحتى المنتج ما يقدرش او ما يتعرضش للخسائر، وبالتالي لو تعرض للخسائر هيتوقف عن الانتاج، وده شيء سلبي ان يكون هناك سعر عادل. ارتفاع الاسعار سببه ارتفاع اسعار مدخلات الاعلاف، ودايما في جهود من علمائنا باستنباط اصناف عاليه الانتاجيه من مدخلات الاعلاف او وجود بدائل. ماذا او بماذا تتميز سمكه البلطي النيلي عن غيرها من الاسماك، وهل هي فعلا ماركه مصريه؟ طبعا بلطي النيل احنا ده يعني كده بلطي النيل خلاص، ده تريد مارك بالنسبة لنا. بلطي النيل سمكة النيل الأصلية، مقرها أفريقيا وخاصة حوض النيل، ودي أفضل سلالة في سرعة النمو، والشغل عليها ده اللي خلى المركز يشتغل عليها في مصر، نشتغل على سمكة النيل المحلية. تمتاز سمكة البلطي النيل إن هي بتتحمل ظروف جودة المياه، بتتحمل التكثيف، بتقدر تتأقلم مع إنتاج الأعلاف من دخول من الغذاء الطبيعي للغذاء الصناعي، والأعلاف الصناعية بتتأقلم بسرعة. معدلات التحويل مع توفر التهوية، معدلات التحويل بتاعتها بتكون جيدة. سرعة النمو مع استخدام استزراع سلالات سريعة النمو، بنقدر في خلال من 6 شهور أقصى حاجة 8 شهور نوصل للحجم التسويقي المطلوب بأحجام تسويقية جيدة. عليها طلب، والأهم من ده كله أن عليها طلب في السوق المحلي بالأحجام المختلفة، وبالتالي تقدر تتأقلم، بالإضافة لأن السمكة دي تتأقلم مع تغيرات في ملوحة المية، تقدر تتحمل ملوحات عالية شوية اللي ما تقدرش تتحملها أسماك تانية، فبتحمل ملوحة لعند تلت ملوحة البحر 10-12 ألف جزء في المليون، فده ميزة تانية لسمكة البلطي. طيب معدل التحويل اقدر اقول قد ايه؟ كام كيلو علف يديني قد ايه كيلو بلطي؟ كنا زمان بنتكلم في 2-1، دلوقتي مع تقنيه الاعلاف الحديثه واختلاف نسب البروتين، لا الرقم ده بدا ينزل، نقول 1.2 لـ1. ده معدل التحويل المعقول، ممكن نوصل بعض التجارب اقل من كده،
وبعض التجارب اعلى من كده. لا فاحنا بنتكلم في اعلى 30% معدل تحويل 1.2 ده افريج علف مطبوخ، 30% بروتين طافي، ده بيدي الارقام ديت. ملف مهم جدا وعندي اسئله كتيره، بس نظرا لضيق الوقت بس عايز هنا اكد على جوده الاسماك المستزرعه، وان في مصر نمتلك تكنولوجيا هائله وتطبيق للعلم داخل المزارع، وده بيؤهلنا ان احنا في القريب العاجل، وكل مشاكل الثروه الحيوانيه مرتبطه ارتباط وثيق بملف الاعلاف. انا بشكر حضرتك دكتور احمد نصر الله مدير المركز الدولي في مصر.